שיחה, יש רעת רצת, יאללה, מה? רעת אלמר ביתת אשר אבמה, אבל יאו ולדי, לו כאן עלגת גלבק ברסול אללה, כעלגתק בלמה אלגלך, לרעיתו. אבל כעלגת בלמה, ואחד עגלק אלמה, ופוקרק אלמה, ונמית ורבוע אלמה. רעת אלמר אלא אנת גומת מן הנום, אנת אלמע אלמה, ולו כאן לך עלגת גלבייה מע רסול אללה, הכדה, התעלוק בדרה. صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله فتح لنا باب من ابواب الاعتبار والادكار في شؤوننا في المنام والاستيقاظ والقيام من المنام يقول هذه لها مشابهه جديده في احوالنا عند الوفاه واحوالنا يوم البعث والنشور فمن كان يحسن منه الحال عند المنام ينام على الذكر ويقرا مثل التسبيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي واتوب اليه ثلاث مرات يغفر له ذنوبه يسبح الله سبحانه وتعالى 30 احمد 30 يكبره 34 يقرا ايه الكرسي عند نومه يقرا خاتمه البقره التي كان يقول سيدنا علي ما احسب مؤمن يعقل ينام قبل ان يقرا هاتين الايتين اخر سوره البقره إذا كان حالته عند النوم هكذا كل ليلة ينام هكذا وكلما ينام ينام على مثل هذا الحال ينام بالليل ونام بالنهار فهذا حالة تشبه حالته عند نزول الموت بساحته كيف تكون خاتمته كيف تكون آخر أنفاسه كيف يلقى ربه جل جلاله إن كان العبد على هذا الأدب وعلى هذا الذكر فيوشك عند الموت أن يلقى الله بحال جميل يموت على الإيمان يموت على الذكر يموت على المحبة يموت على الشوق يموت على المغفرة يموت على الرضا من الله تعالى.